بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في دروس فقه الشافعية يقول المصنف القاضي أبي شجاع في كتابه متن الغاية والتقريب والشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى في شرحه على متن الغاية والتقريب والمحشي الذي شرح الشرح، المحشي والذي شرح الشرح وهو الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى جميعا ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. والقاضي أبو شجاع ده مات في القرن العاشر الهجري، قصدي ابن قاسم الغزي في القرن العاشر الهجري اللي هو الشارح، والبيجوري في القرن الثالث عشر الهجري، والقاضي أبو شجاع كان في 400 وشوية هجرية. لكن العلم بيقرب الناس بعضهم ببعض، تجد إن هي قافلة واحدة ماشية وكله متقارب ورا، فربنا يجعلنا في هذه القافلة. ويحشر العلماء جميعا يوم القيامة خلف سيدنا معاذ بن جبل، هو إمام العلماء يوم القيامة، سيدنا معاذ بن جبل الصحابي الشهير المشهور، ومات عنده سنه صغير حاجة و30 سنة سيدنا معاذ بن جبل. فالعبرة مش بطول العمر، كان من أعلم الصحابة سيدنا معاذ بن جبل، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره وضرب على صدره مستحسنا مقالته أجتهد برأيي ولا آله، عندما بعثه قاضيا رضي الله عنه وأرضاه. وأهل الحقيقة يحشرون بإمام سيدنا علي بن أبي طالب، إمام أهل الحقيقة باب مدينة العلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول في أنواع المياه: والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث. يعني ايه متعلق؟ تسمعها كتير في كلام العلماء، اول ما يلاقي جر ومجرور يقول لك متعلق، لان تملي الجر والمجرور يبقى له نوع من التعلق اما بفعل سابق او بمحذوف، لانه بيعتبروه زي من نوع المفعول فيه. المفعول فيه اكلت في الاناء، ففعل الاكل تم فيه في الإناء، فيسموه نوع من المفعول فيه، فيتقول في الإناء جر ومجرور متعلق بأكلته للفعل قبله. فهمت إزاي؟ يعني متعلق بالفعل قبله، لأنه كأنه في مفعول به وفي مفعول فيه وفي مفعول معه في مفعول لأجله، مش كده برضه؟ في مفعول مطلق، كل دي مفعولات وكلها على النص. فأما يقول لك متعلق في رفع، في رفع مش دي في رفع دي جر ومجرور، متعلق بالمستعمل اي المستعمل، والمستعمل ده مش فعل، احنا بنقول بيبقى المتعلق تملي تعلق بالفعل عشان يعمل فيه، يحتاج لعامل يعمل فيه، والفعل بيعمل، يعمل في الفاعل يرفعه ويعمل في المفعول ينصبه، مش كده برضه؟ الفعل كده شغلته كده، يخش يعمل شغل يسموه عامل. فقالوا ان اسم الفاعل واسم المفعول بيعمل عمل الفعل، فالمستعمل ده اسم مفعول، مش كده برضه؟ مستعمل، واسم الفاعل منه مستعمل، يبقى انت مستعمل والماء مستعملا، فيبقى مستعمل ده اسم مفعول يعمل عمل الفعل، بس اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. فهمت ازاي؟ واسم الفاعل يعمل عمل الفعل اللي هو المعلوم اللي فاعله ظاهر. فهمت ازاي؟ فالمستعمل ده اسم مفعول، هو اللي عمل في يرفع، في رفع دي الجر والمجرور عمل فيها صارت كأنها مفعول فيه متعلقة بيه، واللي يجي بعديه يبقى نائب فاعل لأنه مبني للمجهول. يعني كأنك انت بتقدر تقول الماء
المستعمل في رفع حدث أي المستعمل رافع الحدث. هي أصل الجملة كده، فهمت إزاي؟ المستعمل رافع للحدث، ورافع دي تعرب إيه في الحالة دي؟ نائب فاعل. نائب فاعل لفعل، مفيش فعل، لكن في اسم مفعول عمل عمل الفعل فاحتاج لنائب فاعل. فهمت إزاي بقى؟ وعشان كده تملي يقول لك متعلق. فتملي لما يقول لك الجر والمجرور متعلق، تشوف أقرب فعل يبقى متعلق بالفعل ده. طب أقرب مصدر متعلق بالمصدر ده. طيب أقرب اسم فاعل يبقى متعلق باسم الفاعل ده. طب أقرب اسم مفعول يبقى متعلق باسم مفعول. طب ما فيش حاجة متعلق بيها، نعلقه بمحذوف. فهمت إزاي؟ جاء مثلا، جاء التلميذ أو إيه؟ التلميذ المجتهد في الفصل. التلميذ المجتهد في الفصل. التلميذ مفيش فعل هنا. طب ما في الفصل دي جر ومجرور هيتعلق بإيه؟ ده لا في فعل ولا في مصدر ولا، فهمت إزاي؟ ولا في اسم فاعل ولا اسم مفعول، ولازم يبقى ليه تعلق، بس ما يبقاش فاضية كده. أما التلميذ المجتهد في الفصل، المؤمن الصالح في المسجد، فهمت إزاي؟ يبقى الجر والمجرور هنا أقول إيه؟ متعلق بمحذوف تقديره مستقر في المسجد. فهمت إزاي؟ هذا المحذوف تقديره مستقر. مستقر اسم فاعل كده برضو موجود. المسلم الصالح في المسجد أي موجود في المسجد، مستقر في المسجد، يبقى متعلق بمحذوف، لأن الجملة ما فيهاش فعل ولا فيها مصدر ولا فيها اسم فاعل ولا اسم مفعول يتعلق به الجر والمجرور. فتملي الجر والمجرور يحتاج تعلق لأنه ضعيف. ضعيف الجر والمجرور ده حاجة ضعيفة، تقوم بمحل المفعول فيه. فهمت ازاي بقى؟ كل ده تفهمها من كلام العلماء. يقول لك متعلق، متعلق بالمستعمل. فهمت يعني ايه متعلق بالمستعمل بقى؟ هي كلمة كده تعديها وتفتكر انك فاهمها. لا، ما تعديش حاجة، افهم كل كلمة افهمها. متعلق بالمستعمل، ولا فرق في الحدث بين الأصغر والأكبر. يعني طالما استعمل في حدث، في رفع حدث، سواء الحدث ده كان موجب للوضوء أو موجب للغسل، الموجب للوضوء نسميه أصغر والموجب للغسل نسميه أكبر، يبقى المية اللي هي رفعت هذا الحدث سواء صغير أو كبير يسمى ماء مستعمل عند الشافعية طبعا. يعني ما ينفعش أجمعه وأتوضأ بيه تاني، إلا لو جمعته وبلغ فوق القلتين ممكن اتوضى به ولا يضر تفرقه بعد ذلك. عند الشافعيه كده مذهبهم. يبقى في رفع حدث اي متعلق بالمستعمل، ولا فرق في الحدث بين الاصغر والاكبر. والمراد في رفع حدث عند مستعمله، المقصود بقى رفع حدث ولو عند مستعمله. ليه؟ فشمل ماء وضوء الحنفي بلا نية. الأحناف عندهم النية في الوضوء سنة مش واجب، مش ركن، سنة بس عند الأحناف. فهمت ازاي؟ يعني لو توضأ بلا نية وضوءه صحيح، لكن الشافعية عندهم الوضوء اللي بلا نية ده ما ينفعش، وضوء بلا نية ما ينفعش. زي واحد كان ايه، سواق، راجل كده بسيط كان بيشتغل سواق، دي حصلت، وبعدين راح تعاقد اشتغل في السعودية، مصري، راجل مصري طيب كده، راجل نعرفه. فالمهم راح هناك، انت عارف المطوعين هناك، يجي وقت الصلاة يضربوا الناس، خش صلي خش صلي خش صلي. الراجل راكن العربية ومش متوضي، والجامع اللي هيخش ما فيهوش ميضه، خش صلي ويضربوه بالجلد. فراح داخل لقى الناس بتقيم الصلاه، وقف في الصف، قال نويت صلاه، صلاه بلا نيه ولا وضوء على مذهب السعوديه، الله اكبر. ما خاف يطلع الراجل واقف له بالجلد وحينه عقده.
نويت صلاة بلا وضوء ولا نية على مذهب السعودية، هو قالها كده، ربنا ألهمه يعني النية العجيبة دي، ففكرتني الحكاية دي. فالمهم يعني إيه، فالوضوء بلا نية صحيح عند الأحناف ويرفع الحدث عند الحنف، لكن لا يرفع الحدث عندنا نحن الشافعي، فهمت ازاي؟ ولا عند المالكية ولا عند الحنابلة، لازم نية، فهمت ازاي؟ وعشان كده هل ينفع في الحالة دي اخد ماء وضوء الحنفي اللي توضى بيه ده واتوضى انا بيه تاني؟ اقول لا ما ينفعش، لانه يرفع الحدث عند مستعمله، فهمت ازاي؟ هو رفع حدثه عند مستعمله. طب وليه الفقهاء اختلفوا في حتة النية تبقى لازمة في الوضوء ولا غير لازمة؟ وتبقى لازمة في الغسل ولا غير لازمة؟ ليه اختلفوا؟ ما هو لازم يكون في سبب، هو الإمام أبي حنيفة ده راجل مش قليل، ده راجل علامة كبير أوي. قالوا إيه؟ قالوا إذا نظرنا للوضوء والغسل فالوضوء عبارة عن تنظيف عادة وفي نفس الوقت عبادة، فاللي غلب فيه جانب العادة لم يشترط النية، واللي غلب فيه جانب العبادة اشترط النية، فهمت ازاي؟ عشان كده الأحناف جم في التيمم قالوا لازم النية، الأحناف قالوا لأن ما تنفعش تبقى عادة، ده أنت بتضرب إيدك على التراب، وفي حد في العادة بيضرب إيده على التراب ويمسح وشه؟ دي ما تنفعش تبقى عادة، دي لابد إنها عبادة بس، والعبادة ما تنفعش إلا بنية، فاشترطوا النية في التيمم ولم يشترطوه في الوضوء، فهمت مذهب الأحناف؟ وجهة نظرهم قالوا لأنهم غلبوا جانب العادة في الغسل والوضوء على العبادة، فقالوا طالما اختلط فيها عادة وعبادة فاحنا نظرتنا انها غالبا تكون في العادة، لان حتى غير المصلي هو بيتشطر وغير المصلي هو بيغتسل، فهمت ازاي؟ فلما غلبوا فيها جانب العادة قالوا يستحب النية ولا تجب، لما نظروا للتيمم وجدوا ما ينفعش يبقى عادة، ده مولوش الا عبادة متمحضة، فاشترطوا النية في التيمم. عشان لما تيجي تدرس مذهب الاحناف تستعجل، يقول لك النية اركان التيمم، النية اركان الوضوء غسل الوجه على طول، الله مفيش نية في السنن، يقول لك النية في السنن لما يشرح لك سنن، لكن في الاركان ما يجيبهاش، لكن الشافعية عندهم لا، ده النية دي واجبة، لان الشافعية والمالكية والحنابلة غلبوا جانب العبادة على جانب العادة في الوضوء، واعتبروا ان الوضوء عبادة مستقلة، صحيح هي ضرورية للصلاة لكنها عبادة مستقلة، فهمت ازاي؟ ادي سبب الخلاف. فهنا بيقول لك ايه، خلي الاسئلة في الاخر، والمراد في رفع حدث عند، خلي معاك ورقة كده ايد بس السؤال عشان ما تنسوش وفي الاخر نجاوب، والمراد في رفع حدث عند مستعمله فشمل ماء وضوء الحنف بلا نية لأنه استعمل في رفع حدث عنه عنده، وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية، فهمت ازاي؟ والمستعمل أيضا في رفع الحدث، إيه هو الماء المستعمل في رفع الحدث؟ هو ماء الغسلة الأولى، لأن الثانية والثالثة ما بترفعش حدث، ده سنة، صح ولا لأ؟ ولازم كمان يبقى الماء انفصل عن العضو، في شروط عشان اقول عليه ده مستعمل، يبقى ماء الغسله الاولى، وطول ما هو بيجري على العضو هو غير مستعمل طالما لسه بيجري على العضو، مش كده برضه؟ اول ما ينفصل عن العضو هو ده بقى اللي بقى مستعمل، انما طول ما هو بيجري على العضو قاعد بيشيل في الحدث، طول ما هو ماشي بيشيل في الحدث لحد ما ينفصل هنا بقى مستعمل، يبقى لازم ايه؟ يكون ماء غسله اولى، واخد بالك ازاي؟ وانه ينفصل عن العضو عشان اقول عليه ماء مستعمل عند الشافعية، فلا يجوز ان اتوضا به مرة اخرى، يبقى طاهر غير مطهر، خدت بالك؟ وهو الماء المستعمل. هيقول لك اهو الصبر جميل، مش هيسيب حاجة في نفسك ابدا، ده ناس محشين قاعد يعمل محشي، يعني يجيب لك كل حاجة تتصورها، اقعد اقرا كده في المحشي ده المحشي يعني. والمستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة الأولى في وضوء واجب، الوضوء الواجب اللي هو إيه؟ من أجل حدث، صح ولا لأ؟ لكن الوضوء اللي مش واجب يبقى تجديد، في وضوء واجب أو غسل كذلك، يعني غسل واجب أيضا، يعني من جنابة، من حدث أكبر، أو من حيض ونفاس،
لامرأة أو من ولادة أو من خروج مني، مش دي موجبات الغسل؟ ما هم ستة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة خاصة بالنساء. موجبات الغسل كده ستة، احفظ ثلاثة خاصة بالنساء دون الرجال وثلاثة مشترك فيها الرجال والنساء، يبقى هم ستة عند النساء موجبات الغسل وثلاثة عند الرجال بس. العلاج ما هو العلاج، العلاج اللي هو دخول قدر الحشفة في فرد، اللي هو يسموها ايه؟ التقاء الختانية، دي أول حاجة العلاج، وبعدين نزول المني، وبعدين الموت، دي الثلاثة المشترك فيها الاثنين. الستات بتموت برضه، اطمئنوا، واخد بالك ازاي؟ والرجالة برضه بتموت مشترك، والستات بيخرج منها مني، والرجال يخرج منه مني مشترك، والعلاج بيتم في المرأة، واخد بالك، ومع الرجل، يبقى برضه يبقى دي ثلاثة مشترك، العلاج. وليه ليه ما قالكش الجماع؟ وخلصنا. حتى لا يظن الإنسان إنه مجرد إنه اقترب بالمرأة يبقى وجب الغسل، ما يتمش يعني لو استمتع بها دون علاج ودون إنزال مني ما يجبش الغسل. فهو مش عايز يقول لك كده، لأن في بعض الناس تفتكر إن الجماع هو مطلق إيه التلذذ بالمرأة وخلاص. لا، هو الفقيه عايز يقول لك هيك. طب وليه يقول نزول مني لوحده ويقول لك العلاج لوحده؟ لان قد يتم علاج بلا نزول مني يبقى وجب الغسل، وقد ينزل المني في الاحتلام بلا علاج يبقى وجب الغسل. يبقى فقهاء مش اي كلام يا عم، علشان ما تفتكرش تقول الله ايه ده قاعدين يعيدوا ويزيدوا، ما بيعيدوش ولا بيزيدوا، ده انت اللي من فوق اللي مش فاهم. فهمت ازاي؟ يبقى العلاج وخروج المني والموت مشترك بين الرجل والمرأة، والثلاثة الخاصة بالمرأة الحيض والنفاس والولادة. سهل، الحيض والنفاس والولادة اللي هي الحاجة الخاصة بالمرأة. يبقى كده ده غسل واجب. لو اغتسل إنسان من أجل واحد من الإيه؟ أو أكثر من واحد، ممكن يجتمع على إنسان أكثر من واحد، أكثر من سبب، واخد بالك ده؟ يبقى ده الماء المستعمل في الغسلة الأولى مستعمل. الماء اللي استعمله في الغسلة الأولى يبقى مستعمل. طب هو بيغتسل بقى غسله ثانيه وغسله ثالثه ما يضرش، لم ده في طشت وتوضى بيه ثاني ما يضرش، طالما الغسله الثانيه والثالثه. فهمت ازاي؟ والمستعمل في رفع الحدث هو ماء المره الاولى في وضوء واجب او غسل كذلك، بخلاف ماء غير المره الاولى وماء الوضوء المندوب اللي هو المتجدد، لان الوضوء تجديد الوضوء ده مفيش حدث اصلا، انت متوضي وبتقول انا هجدد وضوء، يبقى ده غير مستعمل لانه مش هيجد حدث يزيله، يبقى غير مستعمل. خدت بالك؟ او الغسل كذلك، الغسل المندوب ما لم يكن نوى معه الوضوء، لانه لو نوى الوضوء يبقى رفع حدث برضه في اثناء الغسل، لانه ممكن الوضوء يندرج في الغسل، صح؟ يبقى كلام الشيخ هنا او الغسل الذي ليس معه وضوء من حدث، غسل مندوب ليس معه وضوء من حدث. يعني ايه؟ يعني انا اتوضيت الاول على الحوض كده، وبعدين رحت واقف تحت الدش وتحت الاروانه ونويت غسل الجمعه، وانا ليس علي موجب للايه؟ للغسل الاصلي. يبقى الميه اللي اتجمعت من الدش ونزلت على جسمي دي ونويت بيها الغسل، ممكن لو النور الميه قطعت اتوضى بيها للعصر. فهمت ازاي؟ لان ما لقيتش حدث تنزل، ده انا اتوضيت الاول على الحوض وبعدين رحت حاطط ايه؟ لان ما عنديش بانيو، فرحت حاطط اروانه ورحت واقف فيها وفتحت الدش، نزل الدش نويت غسل الجمعه، نزل الغسل تمام، ورحت ايه قافل الحنفيه وطالع نزلت صليت الجمعه وطلعت، قالوا ده الميه قطعت، قلت لهم الحمد لله ده في ميه في الاروانه اللي هو حافظوا عليها للعصر، نتوضى بيها للعصر. فهمت ازاي؟ لكن لو انت ما توضيتش على الحوض ووقفت في الاروانه وفتحت وقلت نويت الغسل للجمعه ورفع الحدث للصلاه، صار كل الميه اللي متجمعه دي نزلت لقت حدث الوضوء شالته معاها ونزلت، يبقى ما ينفعش تستعملها تاني. خدت بالك ازاي؟ فهمت الفرق؟ ها؟ ايه؟ ليه انت هتتوضى ب 200 لتر؟ ده انا بلغ عنك هيئه المياه. ها؟
قلتين ايه؟ القلتين ده عددهم حوالي حوالي 200 لتر. القلتين 200 لتر، انت فاكرها قله قناوي؟ لا جدع، لا قله حجازي، قله من خلال هجر، قله من خلال هجر. قل خلال هجر دي كانت بتشيل 100 لتر. خلال هجر دي قله كبيره كان يشيلها الجمل على الجنبين كده ويمشي يتهدى بيها يوديها للقبيله تقعد تشرب وتاكل منها اليومين ثلاثه. قل ها؟ ما انا ما اعرفش البانيو بتاعك طوله قد ايه وارتفاعه ده. يعني قيس الطول في العرض في الارتفاع واضرب، يعرف تعرف الحجم وبعدين تعرف. قال لك في 200 لتر، خلاص بقت قلتين. اقل من 200 لتر، هو من 196 لحد 200. يعني في ناس قالوها 196 لتر وناس قالوا 198 وناس حسبوه قالوا لا 200. فنخلينا هو احنا مذهبنا في وجهين، هل هي تحديد ولا تقريب؟ الراجح انها تقريب. فطالما تقريب نبقى مع الاعلى ايه؟ علشان تيسيرا على الناس مع الاعلى. لو عايز الاحتياط تبقى مع الادنى 196 لتر. لو عايز الاحتياط خدت بالك، لكن احنا بنفتي الناس على انها 200 لتر وخلاص، زي ما سمعنا من الشيخ نجيب المطير رحمه الله والدكتور علي جمعه كثيرا ما يقول لك هي 200 لتر وخلاص. ومشايخنا يقولوا كده اللي هم الشافعيه يعني، لان الملكيه ما بيبصوش لكده، ما لهمش دعوه. ترتيب ايه؟ طب وماله؟ ما هي الميه نازله مرتبه اهي، مرتبه نفسها. مين قال لك؟ الدش شغال اهو، انا واقف نزل على وشي خلاص الحدث، نزل على ايدي بعد شويه خلاص الحدث.